هو المرة التانية كنت ناوي أدي برضه محاضرة وكنت مغير السبجكت. مجرد بس إيه إن الواحد بيتعايش مع الأحداث اللي بتحدث. فإحنا دلوقتي في وقت البايننس. كلنا يعني حاسين بالبايننس. خلينا نتكلم بالكلمة الإنجليزية إن هي إيه عنصر أساسي في المبنى. كويس كده حاليا هنقدم المفروض على اول اسبوع الجاي ديزاين حتى مبدئي للبايت بتاعت العالمين كولز. فقلنا بقى نتكلم طبعا عن البايت خصوصا ان هو البايت شبه الشوي. فاكرين لما بتتنعم الشوي قلت الشوي دلوقتي ايه من الحاجات اللي ما بتاخدش حظها قوي في الدراسه في الاندر جرادويت. وكمان لما بتطلع في مكتب بيقول لك يعني it's not your job. الجوب بتاع مثلا ايه الجيوتكنيكال كونسلتنت او الجوب بتاع السويل بروفايدر او whatever يعني. فبالتالي مش بتاخد اهتمام كافي. عامة طبعا احنا عندنا زي ما عارفين يعني من الاندرجرادويت احنا عندنا نوعين اساسيين هو الدريفن اللي هو الخوازيق بالدق والخوازيق بالتفجير. يعني الخوازيق بالدق اللي هي احسن مثال ليها دايما بديها هي العصايه الشمسيه. يعني تروح على البلاش وعاوز تثبت الشمسيه تمسك العصايه تعمل ايه؟ تحاول تغزها كده في الغم على قدر هو ده البايتس. تمام. لكن انت بالتفريغ بقى انت بتحفر حفره تصب فيها زي ايه محشي الكوسه مثلا. فهو الكوسه الاول بعدين تبلاها ايه الخرسانه اللي انت تحطه ايه دول. فده النوع الثاني بتاع البايتس. فالنوع ده كان مسبب مشاكل كتير لانه عمليه الفايبريشن والدق اللي بيحصل بيأثر على المنشآت المكونه خصوصا لو منشآت قديمه ولا حاجه فكان بيعمل مشاكل كتير. فبتبقى في المشاريع خصوصا المشاريع الكبيره بيستخدموا ميجني بوب بايبس اللي هو الحفار يحفر طلع الماتيريال بيحط بدلها التونايت اثناء التنفيذ. بعد كده هو ليتر اون بيبتدي ايه ينزل بايب الكونكريتنج علشان يملى الخازوق من تحت لغايه ما يطلع فوق. فاللي احنا هنشتغل بيه هو البوت بايبس. كويس. لو اتكلمنا برضو عن البوت بايبس بيقاوم الاحمال اللي جايه عليه ازاي؟ بحاجتين اللي هو الاند بيرنج والفريكشن. بمعنى ان انت لما يبقى الباير عندك هذا المنظر في هنا هو لو مرتكز خصوصا لو مرتكز على صخر هنزل من سوقه تحت خالص منظر. فالاند بيرنج ده بيبقى فيري افكتيف خصوصا مثلا في السعوديه. ده بكلم في السعوديه ان في لوكس وساوند لوكس يعني صوره كويسه في السعوديه. فالاند بيرنج بيمثل جزء كبير من الكباستي بتاع البايبس. والجزء الثاني ده هو الحمل اللي جاي كده ده المقاومه بيجي على الفريكشن ما بين البايب وما بين السوليد. ده اللي هو الفريكشن. لذلك الفريكشن هو على فكره نفس القصه في الدريفن بايبس. يعني نفس القصه ده برضه فيه اللي هو الاند بيرنج والفريكشن. ما اقصدش ان انا اقول ان ده فيه وده مفهومش. هو الاثنين تلاقي الفريكشن في الدريفن بايبس اقوى بكتير من مثلا من البوست بايبس. ليه؟ لانك انت داخل بالعافيه كده هو. فبالتالي الفريكشن اتولدت ما بين البايل وما بين السويل كبير. انما لما تفرغ وبعدين تملى
شويه الفريكشن ما بتبقاش بنفس الكفاءه. تمام. لو بصينا مثلا في بعض بقى المشاريع الثانيه في مصر مثلا زي العالمين هتلاقي لا الارض مش عارف توصل لصخر، مش الارض تراكمات عبر السنين وشويه سيلتي وشويه كلاي وشويه ساند سيلت وحاجات كده وشويه كافيتيز فحاجات غريبه شويه. فوصل عندنا تقرير مثلا بتاع الصوير في العالمين وصل لان انت بتعتمد مين على الفريكشن 90% ده في المشروع بتاع العالمين 90% بالفريكشن و10% بس بالاندلينج. ده نتيجه ان انت مش قادر تقعد على سويل صالحه ان هي تدي اندلينج للبايب، فبالتالي بتعتمد على الفريكشن مني ما بين البايب وما بين السويل. طيب نيجي بقى نقول لو انا عاوز اعمل البايب ديزاين. طبعا بما اني يعني عشت في امارات سويل ريبورتس وعاشر كده سويل ريبورتس فاقول لكم طبعا ان احنا بنكلفت هنا شويه وبنستسهل. يعني هو راجل هو زي ما العزيز الدكتور اللي بينفذ يعني السويل ريبورتس، بس يعني ايه يحددك في الكباستي بتاع بايب، يقول لك انت عاوز بايب في الكباستي بتاعته حدود قد ايه؟ تمام؟ الموضوع مش كده، لو بص جبت لك سوري ريبورت بتاع مثلا اي يونايتد سكوير ولا اي مشاريع متعلقين على متعلقين عندكم في الدور الثاني وفي كله بتاع هتلاقي ان السوري ريبورت بيدي لك فرايتي للكباستي وفرايتي للديزاين بتاع البايب. يعني لو كباستي عاوزها 1000 طن فتنزل 30 متر، ولو كباستي عاوزها كذا تنزل قد كذا. بيدي لك فرايتي وانت تختار منها. هنا هنا اللي بيحكمك يعني انا مش عاوز احسب كتير. خليني ادي لك قيمه كده وانا هقول لك الريكومنديشن بتاع القيمه دي او الكونتين اقصى حاجه بس. ما عليك. فايه؟ انت المفروض هتديله الفايل كاباستي. لو هو يحوله بقى ازاي؟ يحوله عن طريق ايه؟ ان هو يشوف نوعيات التربه ويحدد السي مثلا اللي هو الكوهيجن بتاع كل سويل ويبتدي يحسب الفريكشن من انترفال داون انترفال داون السميشن بتاعه ويديله الفريكشن كاباستي. طبعا نتيجه ان الارض مش قويه فممكن البايب يوصل 60 متر. 60 متر ارتفاع علشان تعمل الفريكشن اللي يقدر يديلك الكباستي. طيب ليه الديزاين بتاع البايب نفسه بيبقى داخل فيه الجيوتكنيكال اكتر من الاستراكشر؟ كانه جزء منه كبير خاص بالسويل، وهو يمكن ده الحكم. مش الحكم حكايه ان انت تحل استراكشر، يعني انت عندك في هذا المنصب على عمود مدور تقدر تحله ولا ما تقدرش تحله؟ تقدر تحله طبعا، يعني عمود مدور ليه مقاس معين تقدر تحله وتجيب الريانفورسمنت وتجيب الاستريس في الحديد والكلام ده ما فيهوش مشكله. لكن ده وان اسبكت. لكن السكند اسبكت السويل تقدر تشيله ولا ما تقدرش تشيله. تمام؟ طيب في لاترال لود بيتولد ولا ما فيش لاترال لود بيتولد؟ خلي بالك ما فيش فايل بيبقى فيرتيكال تماما. فبالتالي لازم تحمله هورزونتال لود نتيجه ويند نتيجه اي لاترال لود لازم هينقل اللود ده في البايبس، فلازم هتصمم على جزء من اللاترال لود. عامه اللاترال لود دوت عامه ما بنقللش عن 5% مثلا من البي. يعني على الاقل نصمم البايب على 5% من الكباستي بتاعته. وهما بيستخدموا عامة الوركينج لودز دايما في حتى البين كاباستي يبقى الوركينج البايب كاباستي يبقى وركينج لود مش اوتنج. تمام؟ هتلاقي في تو كونديشنز
واحدة بيقول لك فيكسد هيد، وفي واحدة بتبقى زي هنجد أو فري هيد. تمام؟ احنا عندنا في الكيس لو انت عندك حاجه كده لفت 3 متر درس، تعتقد الكازو ده يبقى ريجيد هيد ولا مش ريجيد هيد؟ ريجيد. فانت الكيس بتاعتنا لما يبقى فيه لفت ضخمه كده وراس الكازو متثبت فيها يبقى الكيس بتاع ريجيد هيد. ممكن تحصل الفري هيد لو الاتاش وايل كاب مثلا ولا حاجه كانت ضعيفه، او في تجاوب التحميل. يعني هو الراجل لما يجي يعمل تجربه التحميل ما بيكونش الدبش لسه موجوده. تمام؟ لما يجي يعمل الديزاين بتاع تجربه التحميل بتاع البايب ده يبقى البايب ماله فري، فلازم نصمم تجربه التحميل على انه فري هيد مش ريجن هيد. شكل البندنج مود ده بيختلف طبعا بين ده هو ده. يعني فري هيد سم هاو بيبقى فيه كل البوستر تقريبا كده، ده البندنج مومنت. لكن الفيكسد هيد بيبقى فيه نيجاتيف بندنج مومنت تاني. خلينا نحكي في نيجاتيف بندنج مومنت تاني، والبوستر يبتدي ايه؟ يقل شويه وبرضه يبتدي ينتهي. طب مين بقى اللي بيحدد شكل البيندنج مومنت ده؟ الجوان دوت والماكسيموم بوزيتيف هنا والماكسيموم نيجاتيف هنا؟ السويل جيو تكنيكال كونسلتنت، لان ده علاقه ما بين السويل ستراكشر انتر اكشن او البايل سويل انتر اكشن. تمام؟ فبيستخدموا برامج الراجل اللي عامل السويل ريبورت اللي عارفين كان مسمي البرنامج اسمه اعتقد شافت. وده برنامج بتاع سويل ميكانكس. تمام؟ كمان بتنام في الحصة. باص باص في شافت في فلاكسز. كان في حاجة اسمها ريبو. فشوية كده برامج خاصة بالسويل احنا ما عندناش في الوقت ده، ولازم اكون محدد كل طبقة عشان اقدر ادخلها في البرنامج، فالبرضه دي بتاعتي الجيو تكنيكال مش بتاعتي. تمام؟ فلذلك الحتة بتاعت الاناليسيس وايجاد البندنج مومنتس وتوزيع الفريكشن الونج البايل كل ده الجيو تكنيكال هو اللي يقدر يعمله لك ويديهولك بحيث ان انت ممكن ايه تستخدمه في الحسابات. دايما اللاترال لود بيحصل له دامبنج، المومنت بتاعه بيحصل له دامبنج ما بيوصلش ابدا لنهايه الفايل. تمام؟ فتلاقي البندنج مومنت كده يبتدى ايه خلاص كده بقى سيبه. فمهم قوي ان انا اسلح الجزء الفلاني ده فيه تسليح ده ماست. تمام؟ عارف البندنج مومنت مع نورمال فورس فلازم تعمل تسليح للجزء الفوقاني. طيب شكل التسليح بقى شكله ايه؟ ندخل في حته فرعيه قبل ما هو شكل التسليح. شكل الكنات في الاعمده المدوره او في الخازوق المدور شكلها ايه؟ حته بقى عمدان شويه. تمام؟ هتلاقي في الكود المصري
الكنافي الأسنان العمود المدور هي كان واحدة خارجية مفهاش كنات داخلية. فكتير بيسأل احنا بنحط كنات داخلية ولا بنحطش كنات داخلية؟ طب انا بشوف الأعمدة في الكباري بيعملوا كنات داخلية، طب صح ولا مش صح؟ بص القاعدة العامة، القاعدة العامة انت عاوز تحط كنات مش عاوز تحط كنات اوكي خلاص، يبقى احنا متفقين ان الاثنين صح تمام. بس ايه الاصح؟ الاثنين ماشي جايز، بس انهي الاصح؟ الاصح ان انا محتاج الكنه الخارجيه مني فقط، ممكن اعتمد على الكنه الخارجيه فقط. ولذلك كل الكوازين بتتنفس بسبايرال ريانفورسمنت وزاوت اني انترنال ستيربس. بيقول لي كده في التنفيذ في البايلز ولا الكوازين في حد بيشكل التقفيصه ديت وبيعمل كنات داخليه؟ مفيش كنات داخليه، هي بس الكنه الخارجيه وهي دي اللي بتدي الكونفاينمنت للخازوق. يعني الكونفاينمنت دوت اللي هو التحزيم بتاع الكونكريت، بتلاقي كل دوت ده الاحمر مستقر الصور الاحمر، تلاقي كل دوت حصل له كونفاينمنت تمام. عكس مثلا العمود المربع مثلا، لو انت عامل العمود المربع بهذا الشكل او مستطيل بهذا الشكل، الكونفاينمنت ما تبقاش كل اللي جوه الكانو، ولكن الكونفاينمنت بتلاقيها ولو مش ماسك السيف ده هو مش هيعمل كونفاينمنت للكونكريت، هيبقى على قد الكانة. الكانة ماشية كده دي كده الجزء اللي على الشاور ده هو الجزء اللي حصل له تحزيم فعلا من الكانة، ده اللي هو اتمسك وبقى ليه سترينث وبقى ليه داكتيلتي اعلى من الخرسانة العادية. فاكرين برضه حكاية الكونفاينمنت بتاعهم؟ الكيرف بتاع الستريس سترين كيرف بتاعت الكونكريت كان عامل كده تمام؟ بتاع الكونفاينمنت كونكريت كان عامل كده، ده كونفاين لا انكونفاين اللي هو بيوصل 3 في ال 0.003 تمام. ده الانكونفايند اللي انت بتدرسه بكعب ده اللي بتاخده وتكسره هو ده الانكونفايند، لكن لو بتحزمه بحديد ومش عارف ايه بيوصل الاسترينز ممكن 3 4 5 اضعاف الاسترين اللي هو 0.003 تمام. فده الانكونفايند، فكل اللي هنا ده يعتبر انكونفايند، والكونفايند بس هو ده هو. لذلك احنا بنحتاج بقى على نفس العمود ده هو لو جينا نفس العمود ده وقلنا لا احنا كمان ايه بالاضافه للكانه الخارجيه هنحط كانه داخليه تمام، شكل الكونفاينمنت هيختلف ازاي؟ تلاقي الاخ ده حصل له كده كانت داخليه فرقت في الكونفاينمنت فرقت الحته الكبيره اللي هنا اللي هي بقت حتتين صغيرين كده بهذا المنظر تمام. فبالتالي اغلب القطاع بقى اشتغل، فالكنات الداخليه فرقت. طب هنا في العمود المدور كنت ضفت كانه كده او كانه ثانيه هنا كان فرقت في الشكل الكونفاينمنت، ما كانش فرقت في الكونفاينمنت مش هيفرق تمام. فالكانه الداخليه ليها فايده في العمود المستطيل او الشكل المربع المستطيل كان دور، ولكن في العمود المدور ببقى عاوز التحزيمه الخارجيه اللي هي ماسكه العمود.
بس ده خدناه عشان ايه الفايل ده. على فكره بتكلم على كنه عاديه تايت ستربس او بتكلم على سبايرال رانفورس الاثنين يعني ده الضغط بتاعها. في البايلز عامه بنستخدم سبايرال بس. والراجل كده بياخد تقفيصه كده على الحمارين ولا معرفش الخشب ده هو يقعد يشكل الكلام ده هو فيه. عامة بتدخل لو ده الاساسات ايه كان بقى احسن ايه فاونديشن ايه يعني فاونديشن ده بايل كاب رافت واتيفر تمام. عامة البايل بيخش من 2 ل 3 بوصة اللي هو من 5 ل 7.5 سم ده علشان يعني الاثنين يشتغلوا مع بعض ما يفلتوش من بعض يبقى في جزء كده بيلينج داخل جوه الباي. والجزء الاول ده ال دي بتاع السياخ بيقولوا لينث بتاع السياخ ليه؟ لانه في الفيكسد اند كان في بيلينج مومنت هنا صح؟ في الفيكسد اند او فيكسد هيد كان في بيلينج مومنت فوق تمام. فلازم اخد الديفلوبمنت لينس بعد الماكسيموم بيندنج مومنت. بعد كده السبايرال بيلف كده لفتين ثلاثه في الاول بعد كده يبتدي ما بيلتزمش قوي بقى بقواعد السبايرال. لذلك السبايرال في البايلز ما بياخدش من التوتال فيرتيكال لود لان في الفاكين البيتش او المسافه اللي ما بين الدفه والثانيه كام في الكولمز المسافه دي كانت قد ايه في الطرف مش هسحب منكم الشهاده بتاعت البكالوريوس. من كم بكام؟ ها؟ 35 3 8 سنتي المسافه علشان يبقى اسمه سبايرال ريانفورسمنت كارد. فاحنا صح في البايزون التزمش بالمسافه ديت تو ماتش ومش عاوز يعني ياخد معايا كمان من الفيرتيكال لود. هو الفيرتيكال لود هاخده بالسياخ الراسيه بس مش معتمد عليه. فبالتالي ممكن في يعني البايلز بيبقى من 10 ل 20 سم زي كان العاديه يعني. فبالتالي not contribute in the capacity of pipe. في حاجه بيعملوها بقى كمان وهم بيثبتوا السياخ دهوت عشان العمليه تبقى سهله بالنسبه لهم بيضيفوا حاجه اسمها رينج بار. وليكن مثلا 16 متر. ايه الرينج بار دهوت؟ هو بيجي في ال يجي يحط الرينج بار دهوت اعمله بقى تخين شويه على اساس ان هو يعني بيتعمل من سيخ تخين شويه ممكن ب 20 مللي مثلا. هو ده اللي بيرص عليه الحديد ستيفنر يعني بالدولار بتاعت الريت ستيفنر تمام. الكعبه بتلف من بره حلزوني دي اللي هي بتلف حلزوني بهذا الشكل. لكن الرينج ده بيتحط علشان يظبط المسافات ويحافظ ان الزيت ما تخشش لجوه صراحه بيحافظ على ممكن ياخد بونت التحام حتى السياخ مع الرينج بار ده.
بحيث ان هو يضمن ان هو ثابت في المكان. ده بيتحط كل 2 متر. كل حوالي 2 متر. طيب ده شكل الرينفورسمنت ككنات او كسبايرال. طب شكله في الفيرتيكال دايركشن شكله ازاي؟ مثلا الحديد عايزينه اسود خلينا اسود بيبقى بتركز في الجزء الفوقاني. وقلنا ليه بتركز في الجزء الفوقاني؟ لوجود مومنت لوجود عزوم. احنا قلنا البيندنج مومنت هو سمنا تاني شكل البيندنج مومنت كده بالتقليد شكل البيندنج مومنت طالع كده. تمام. انا عندي الحته اللي هنا عليها مومنت. تمام. فتلاقي الحديد الرئيسي بتاعي انا وليكن مثلا 36 تي 25 مثلا. تمام. فالاقي ايه ده اللي انا محتاجه لما جيت صممت الحديد ده هوت ديزاين اندر ان اللي هو الكباستي بتاعت الخازوق وام اللي هي جايه من البرنامج بتاع الجيو تكنيكال اللي جاب لي المومنت الموجود على القطاع. فبصمم واجيب حديد التسليح اللي انا محتاجه في البايب. طيب بعد كده اهوت المفروض تعمل ديزاين اندر ايه؟ ام بس مفيش ام بقى خلاص ام اجتهد واسكر ام هتلاقي التانية شتت ام اندر ان فقط. تمام. فلما تيجي تعمل ديزاين اندر ان بس بتختلف بقى النيو مينيمم من كود لاخر. يعني في ناس بتوصل ل 0.4 والاغلب 0.6. نسبة الحديد الدنيا لو اقل نسبة حديد لو انت مش محتاج يعني بقيت قطاع البايب نفسه ككونكريت شايل الفيرتيكال دوري تسلح بقى بايه؟ تسلح بالمينيمم رينفورسمنت. فالمينيمم رينفورسمنت من 0.4 في بعض الاكواد ل 0.6 في بعض الاكواد الاخرى. تمام؟ ده المينيمم خالص. طيب هل ممكن بعد كده هوت اوقف الحديد واكمل البايب بدون طبعا ده البايب اهو بدون حديد؟ ممكن الراجل في الاخر خالص الجزء ده يبقى ده وزود وينفصل يبقى ده بدون اي حديد تسليح. ليه؟ خلاص هو الخرسانه لما تيجي تحسبها بتلاقيها شايله الاحمال بزياده قوي يعني. وده على فكره في الاسس بتاعت الديزاين خصوصا في كل البريطاني والله اعلم. يعني يقول لك مثلا لما اف كونكريت لا تزيد عن اف سي يو على 4. يعني انت لو واخد خرسانه زي برنامج 400 مثلا يبقى ده لا يزيد عن 100 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. فانت بتصمم كونكريت. طب انت في الاعمده بتاخد كام؟ والله هسحب كده دوس بعد كده. بناخد كام من اف سي يو؟ 0.35. تمام؟ مش 0.25 ده 0.25. ففي البايلز كمان بيقلل لك كمان الاستريسز المسموح بيها في الكونكريت. فما باخدش 0.35 وما باخدش كام دول باخد 0.25 واحاول اقلل. في الكود المصري ما اعتقدش برضه حاطط ليميت على الكراك ويدث واساسا حسبته غلسه جدا انا مش عارف. لكن في الاكواد البريطانيه والامريكيه لا في كراك ويدث لا يزيد عن 0.1 مليمتر. من 0.1 ل 0.15 مليمتر.
على حسب درجه الاملاح الموجوده في السوريه. ليه؟ البيض ده ما بيطلعش اي غطا طوفي، ده المفروض يعيش العمر كله بتاع المنشا، وانت لا عازله ولا مديله اي حمايه، ضيف له شويه اضافات في الكونكريت ان هو يكون متجانس وقوي ويقاوم ومش عارف ايه، بس انت مفيش حاجه تانيه. فبالتالي في ظروف السويل وظروف الاملاح الموجوده في السويل، فلازم الكركويتس تبقى شبه قافله. تمام؟ احنا ساعات على فكره الـ 0.1 والـ 0.15 في الكود المصري لما تصمم مثلا ووتر سيكشن ولا مش عارف ايه، يقول لك صممه ام كراكت. هو على فكره ام كراكت في الووتر سيكشن بتاع التنكات ما هوش ام كراكت. هو كراكت بس الكراكتس بتاعته صغيره قوي. لكن مفيش حاجه اسمها ان كراكت في التصميم مثلا ووتر سيكشن في الووتر تانك. فهنا مثلا بيسمحوا البايل بقيمه معينه علشان ما يحصلش الصوت دوت ياكل في الحديد ويبتدي المنشر ينهار، البايل هو اللي شايل المنشر كله. تمام؟ ف مش عارف ازود حاجه ثانيه ولا مش عارف ازود حاجه، اراجع بس النقاط. طبعا نوعيه الاسمنت اللي بنستخدمها بيبقى حسب برضه تقرير التربه والاساسات، محل الاملاح صلفيت عاليه مثلا قوي فيستخدم مثلا اللي هو سي سمنت تايب، او في كومبينيشن ما بين الكلورايتس وما بين الصلفيتس يبقى يستخدم حاجه مودريت شويه اللي هو ساعات بيسموه تايب 2 سمنت. تمام؟ فهو على حسب نسبه الاملاح في الصوير، على حسب ما بيوصف نوعيه الاسمنت اللي بيستخدمها في الفايلز. ايه الاختبارات اللي بتتعمل على الفايل؟ اول اختبار منهم اللي هو اختبار ايه؟ الاستاتيك لود. وده نوعين بسرعه بقى عشان ممكن المواضيع اللي هي تكونوا نسيتوها اساسا خالص. اهم هو الاستاتيك لود تيست. تجيب كده الاقص الخشوب وتفنشها كويس. تمام؟ وتبتدي تحمل عليها فاكرين بقى الحاجه الستيل كده الضخمه بلوكات خرسانه، تحط هنا بلوكات خرسانه تعمل صف تاني وصف تالت، تعمل هرم كده بالبلوكات الخرسانه عشان توصل ل 1.5 في ووكينج او بي الاول. ده لو هتعمل لود تيست على ووكينج بايل، يعني على احد البايلز بتاعت المشروع. لو هتاخد بايل كده على جنب اللي هو بنسميه نون ووكينج بايل، يعني بايل ملوش دعوه بقى بالاساسات بتاعتك خالص، بس في نفس الموقع في نفس الرينج بتاع الموقع بتاعك، بتوصل لاثنين البيئه الاول. تمام؟ فهو على حسب ووكينج بايل ولا نون ووكينج بايل بدي 1.5 اللود او 2 اللود. بحمل الكلام ده هو بيتحمل على مراحل طبعا ستيجز، وبرضه بيتشال على ستيجز على مراحل ثانيه عشان يرسم لك اللود ديفليكشن. نحط طبعا سترين سترينز هنا تقيس قد ايه الخازوق ده بينضغط عشان يحدد لك الانضباط بتاعه، وبعدين من الانضباط بتاعه يبتدي يحدد لك الكي لو الستيفنس بتاع البايل اللي انت بتستخدمه في البرنامج علشان تدي ستيفنس خاص بالفايل، فبرضه بيحدده لك من اللود تيست. تمام؟ النوع الثاني الدايناميك، وده ما اعرفش كده في دول بينخبط على راس الخازوق ويقعد يقيس قياسات انا مش متعمق فيه قوي. ففي حاجه اسمها دايناميك لود تيست، ما بتوصلش طبعا للاحمال والسيت اب الرهيب بتاع الستاتيك، يعني الستاتيك لود تيست ده بياخد وقت كده بالايام عشان يعرف يعمل السيتنج بتاعه الامر. تمام؟ الدايناميك لا بيبقى لود خفيف اللي بيخبط بيه الخازوق،
فبالتالي سيت اب بتاعه يعني قليل، فبيقدر ان هو يبقى اسرع شويه، بس مش بدقه برضه ان انت تبقى شايف اللود مره ونص اللود والخازوق حلو ترتاح نفسيا يعني. تمام. وفي بقى السونيك انتجريتي تيست، ده انت تيجي بقى برضه لازم تساوي وصل البايب. تمام. ويبقى في جهاز هنا وبيقيس بقى ايه، ان انت تخبط برضه راس الخازوق كده اهو، تمشي موجات لغايه السويل وترجع الموجات يستقبلها نفس الجهاز. تمام. فهو بس ايه جرد سبسبه بيحطها في البايب ويستقبلها الناحيه الثانيه بس، زي ده بيتم على كل البايبس. انه ايه على طول بيعملوا يعني بيعمل 20 كده في القعده وبتاع، مش تيست صعب قوي. تمام. هو ما بيعملش حاجه تيست دوت سوى انه بيشوف انتظام الموجه الموجوده بس، يعني طول ما انت كده بتقيس الموجات ده ايه وتطلع الموجات عامله كده يا سلام كده ده حلو خلاص، مش مهم ان ادفعها ولا عرضها ولا اي حاجه. تمام. هو اليونيفورمتي بس. طب لو جه عملت ده كده وبعدين جه عامل حاجه كده، لا الخازوق ده عنده هارد اتاك، ده في حاجه مش طبيعيه حصلت غيرت الحاجه اللي مش طبيعيه دي. في الغالب تبقى كافيتي، معناها ان في الخازوق دهوت على بعد مش عارف كام متر في احتمال ان هو يكون في كافيتي، معناها انه ما اتصبش الخازوق صح، ما الحته اللي هي بايظه او ويك بوينت في البايب، فده بيدي لك انديكيشن. عامة بنعمل الاختبار ده الاول علشان الخوازيق اللي شاكين فيها دي اللي بنختارها للود للستاتيك لود تيست. يعني لما نيجي نختار انهي خازوق نعمله ستاتيك لود تيست ناخد بقى ايه اللي احنا شاكين فيه اللي هو فيه كافيتي ولا بتاع، ونقول عاملين عليه اللود تيست. والله لو طلع سليم يبقى اكيد اللي احسن منه هيجي نفس الاحمال وده سيف سايد، خصوصا ان احنا في السويل انتوا عارفين احنا فاكتور سيفتي عالي جدا، ان احنا مش ضامنين السويل ان احنا نعمل يعني ساعات توصل 4 5 6 فاكتور سيفتي، واحنا عاظرينه لانك انت مش شايف حاجه. حتى لو بتاخد جثه كل 30 متر ان بتوين، يعني 30 متر ده انت عارف مسافه اول العماره هنا لغايه العماره اللي جنبينا، فان بتوين بقى ايه اللي حصل في السويل؟ انت مش عارف، في مجهول. فانت ايه لازم يبقى فاكتور سيفتي عالي، ده مفهوم يعني في السويل ميكانيزم مفهوم. ده التست كمان اللي على البايلز. استاذ سماح كفر الدوار الكفر بيبقى كام في الخرزيه دي؟ يوصل كام بقى الكفر الخرزاني؟ 75 مللي تقريبا، 70 لا يقل عن 70، فهو من 70 ل 75 مللي. بيثبت الكفر ده ازاي؟ ما انا قلت لك اثناء التصنيع حاطط رينج وحاطط عليه التسليح ومظبط كل الكلام ده، هو التقفيصه دي تتشال بالونش بعد ما بيعملها كده اهو، تتشال بالونش ماسكه نفسها كويس جدا. تمام. ويقول ايه؟ مسقطها في مكانها في والله يعني لو ما اعتقدش ان بيعملوا كده، بس لو عاوز ما يجيش ناحيه الشمال قوي ولا ناحيه اليمين قوي لازم يحط بقى حاجات كده زي البسكوت، بس البسكوت مستورد حاجه كده زي عجله كده ولا حاجه وعجله من هنا، بحيث يظبط لك العجله عشان يعني بسهوله التنزيل. تمام. فيظبطه لك في النص بالظبط. تمام. دكتور ما فيش اختبار الانهيار والبايب؟ في ايه؟ مفيش اختبار حمل الانهيار والبايب؟ يعني يقدر يحمل لغايه ما ينهار البايب؟ لا مفيش، او انا لم اسمع به.
هو ممكن بنعمله في في الحاجات الخرسانية يعني عمود كاميرا فبنحملها لغاية الانهيار، لكن بايل ما سمعتش ابدا ان هم حملوا فات الانهيار. طب بالنسبه للبايل لوب تيست هنعرف ازاي ان هي تكتب ولا لا؟ يعني هنعرف ازاي ان البايل ما انهارش تحت مره ونص البايل مره ونص الجول؟ هو طبعا ما انهارش، احنا عرفنا ان هو ما حصلش فيه اكسسيف فليكشن مره واحده ولا حاجه، ما انهارش. الثاني الكريتيريا اللي هو قد ايه هبط، يعني لما بقى في ليميتس في كتاب السويل او في الكود بتاع السويل ان انت تضبط قد ايه نسبه مثلا من الدايمتر او اللوبوت معين عامل زي الديفليكشن بتاع البيم، الديفليكشن اقل على كذا. فبالتالي برضه ايه ليك كريتيريا ان انت الديفليكشن ما يزيدش عن ليميت معين او انفورميشن اسوشيال. طب هو الانفورميشن دوت لو زاد هو البايل ما حصلوش حاجه، هو بس الستيفنس بتاعته قل، يعني ممكن اشغله بالستيفنس القليله. بس هو مش بيبص لها كده، هو بيبص لها ان انت ما وفقتش الكريتيريا اللي انت عامل يعني عامل بالظبط زي الكاميرا برضه اللي هي حصلها ديفليكشن بس سيف. يعني الكاميرا مقوسه بس ايه المشكله؟ الحديد كافي والكونكريت ما اتكسرش حلو، بس هل تقبلها ولا تقبلهاش؟ مش هتقبلها ليه؟ لان خلاص الساجن بتاعها اكتر من المسموح به. بس في طريقه ثانيه دكتور جميله بول تيست بيبقى عن طريق انكر جاب بيستلموا عند الدكان بيلوق انكر في الارض وبعدين الحمل بيبقى مع السلمين دول في صحيح. ويمكن يمكن يكونوا بيستخدموها او هيستخدموها في عندنا في العالمين لان هم كانوا بيتكلموا البايلز اهو وانت بتحمله كده اهو عاوزين يحملوه على الطريق. بس ازاي يشططوه هنا في بايل تاني يعني وقتنا هنا عشان يدي الاكشن بطريقه ميكانيكيه مش بطريقه البروكات الضخمه اللي بتعمل منظر ضخم كده اهو، بتعمل عن طريق الجاكس فلازم يبقى ليه سبورت جانبي. فبدون يعني في الحاله بتاعتنا في العالمين عاوزين يستخدموا اربع بايتس من الناحيه يكون ووركينج بايتس علشان ما يخسروش كمان أربعة تانيين ما لهمش لازمة، فإحنا واخدين من الوركينج بايلز هو بس كسبورت للجاكس ديت أثناء التنفيذ. طيب في أي أسئلة؟ بصر هو دلوقتي بس المسافة بتاع الحديد بتبقى قد إيه؟ يعني مثلا أنا دلوقتي عندنا 60 متر هنعمل قد إيه جزء مسافة حدود جزء من حسنين؟ ما هو ده بقول لك شكل البيندنج مومنت دياجرام حسابات الـ بعد البيندنج مومنت دياجرام في جزء بيتسلح اندر فيرتيكال لود بس حساباته برضه بنحسبها، بعد كده الباقي كله ايا كان بقى نص البايل تلت البايل الباقي من البايل بلين كونكريت بس كافي يعني. يعني هو المول ده بيموت بعد 5 متر 10 متر 40 متر 80 متر امتى يعني؟ ما هو بتاع السؤال الميكانيكي هو اللي بيحدده. يعني مثلا ده التقرير اللي هم باعتينه هتلاقي فيه صفحه ديت وصفحه ديت في البندنج مومنت دياجرام للفري هيد والبندنج مومنت دياجرام للفيكسد هيد. فهو الراجل بالديناميك راسم لك البندنج مومنت دياجرام فعارف ان هو امتداده قد ايه في البايل. ما لهوش ليميت معين يعني ما لهوش قاعده تقولش 10% حسب الصوره 20% من البايل لينس ما اعرفش بالظبط، لكن اكيد بيموت باتري يعني هو ده البوتو برايم يعني ما بيعديش مثلا ربع البايل مثلا ولا حاجه. طب معلش هو بس الحته اللي عندنا في مياه جوفيه هل لما احفر بايل 60 متر دي البايل ده اكيد هيبقى مليان ميه
بيحطوا البنتونايت ده عشان كده البنتونايت اتقل من المايه. انا قصدي بيقفل حوالين الحفره بتاع البايل البنتونايت ده يعني ما بيدخلش المايه جوه البايل يعني ما بيدخلش المايه جوه البايل يعني خلاص ده بقى مفرغ تماما من نحط فيه لا هو بيشيل سويل ويحط بنتونايت. انا فاهم هو بيغلف السطح الداخلي بتاع البايل البنتونايت ده ما بيتغلفش ده حاجه زائد كده بتحط مكان الزيوت اللي طالع بيها بس كثافته اعلى من كثافه الميه فبيحفظ ان الميه تبقى في التربه مش في الخازوق يعني ويضغط السويل هو الزائد ده كثافته اعلى بس انا مش متخيل حته ان هو بيحفر 60 متر والارض مثلا ازاي يحافظ على قطر الدايره دي 60 متر فالسويل برضه ضعيفه يعني اضمن منين ان انا اوصل ال 60 وصب الخرسانه لحد 60 متر برضه كان يعني الحته دي بصراحه يعني بالنسبه لها بس يعني هل يتاكد منين ان انا وصل 60 متر صب الخرسانه؟ هو عامه البنتونايت كثافته اعلى بكثير من الميه تمام فده اللي بيخليه الى حد ما يستحمل ضغط التربه الموجود. اذا ما استحملش ولا الراجل مش تكنيكال ان الموضوع فيه خطوره لازم ننزل كيسون بكامل طول الخازوق عشان يبتدي يصب الخرسانه ويسحب الكيسون اثناء صب الخرسانه. الكيسون ده هو مسوق حديد يعني. فدي منطوقه برضه للراجل بتاع الجيوتكنيكال يحدد اذا كان محتاج بكامل الطول ولا بس الجزء الفوقاني. الكيس بتاعتنا محدد 10 متر ولا كم يعني التوب بس بارت يعني التربه اوحش تربه بتبقى في السطحيه فمحدد لها مسافه مثلا الاحسن تعمل في الكيسو فبس طبعا مكلف جدا فلذلك بيحاولوا ان هم يعملوا في طبعا نقطه محببه ثانيه بيقابلوها في التنفيذ ان هو الكافيتس ان انت وانت بتصب الفايل ده اهو تخيل بقى ان انت بتصب الفايل ده ما فيش كيسون واخد بالك وفي هنا كافيتي وانت بتصب هنا ايه اللي هيحصل؟ هتخش هنا ولو كانت ديت مسمعه حته هنا كمان تخش هنا فبيقول لك يعني تقريبا في بعض البايلز حطوا كونكريت ضعف اللي هو متوقع ده تتخيل بقى ان الكونكريت عمال يمشي في السويل عمال يسرح او بيقوي السويل يعني كويس بس هو بيخسر فلوس كويسه يعني اللي هو كل الكونكريت هيخش الرياكشن بتاع الموبايل في الحاله دي يبقى المفروض الرياكشن بتاعه اعلى بقى عليه كتير بالعكس اللي دخل يعني رشق جوه السويل رشق كده جوه السويل فهيبقى احسن شويه. لو البايل على فكره احنا في حاجه اسمها تنشن بايل في الواقع مشاريع تربه بتبقى فيها الكباسه بتاعته 30 سنتيمتر التنشن بايل هل بيقاوم برضه بالاند بيرنج والفريكشن؟ فريكشن بس يبقى ايه دايما البايل يشيل في الكومبريشن اكتر ما بيشيل في التنشن تقريبا نفس قيمه الفريكشن في الكومبريشن تقريبا خلينا نقول تقريبا هو نفسها اللي يقدر يشيلها في التنشن تمام فلذلك بيشيل التنشن بايل بيشيل 70% 75% من الكومبريشن كاباسيتي بتاعته فبيشيل رقم كويس يعني التنشن بايل مينلي بيتقاوم بايه او بيتصمم على ايه؟ الحديد يعني الحديد اللي موجود هنا اهو المفروض الحديد ده اهو بيتحسب ان التنشن بايل على اف ستيل اللو كل ما انت عاوز ان الخازوق ده ما يشرخش كتير والكراك ويدث يكون قليل كل ما تقلل في الاف ستيل اللو دي الطريقه المصريه دايما تلاقي حتى في الووتر سايد سيكشن او اللي احنا عاوزين نعمله في التانكات بنعمل ايه؟ ما بنقولش كراك ويدث بنقول ايه اف ستيل اللو يبقى 1600 يبقى 1400 يبقى 1200
كنت اعمل اقلل علشان كل ما اقلل هي فانكشن على طول في الكراك ويتس. اقلل الاستريس في الحديد يبقى الكراك ويتس قليل. تمام؟ فبعمل الاف تي تي اقلله قيمه على حسب الكراك ويتس اللي انا محتاجه واقوم جايب الاير ستيل اللي محتاجها للتنشن بوينت. طبعا هنا بقى مقاومه اللي يبقى كله في الفريكشن بوينت. كان حتى ان في جزء خرسانة بدون حديد وبرضه سام بيتكلم ان هو ده وارد كله مش كله فيه حديد. ده انت بقى ايه تقعد بقى ايه تعمل الاناليسيس بتاعتك حلوه يعني كويس قوي. التنشن فورس ده تي. التي ده هي تاخد فريكشن قد ايه من طول الباي عشان تتولد. ما انت مش محتاج فريك طول البايت كله. تمام؟ انت مش محتاج طول البايت كله، جايز محتاج جزء بس قليل، مثلا احنا اوفر ديزاين شويه للبايت. تمام؟ فاخد الجزء اللي يشيل التنشن يعني ده وده يشيلوا التنشن اللي بعد كده ممكن اشيل الحديد. تمام؟ بعد كده ممكن اشيل الحديد. ليه؟ لان التنشن عمال يقل كل ما بتعمل فريكشن سويل بالفريكشن قلل الحد قلل لغايه ما التنشن وصل صفر. خلاص بقى وصل صفر بس التحت ده ما عادش بيرفع. ها؟ ايوه ما بنبصوش بقى يعني ليه ما بنصلحش لحد ما احنا بس نكتفي بالحديد اللي هيشيل التنشن. اه ماشي هو كده حزمة التنشن اللي يشيل قد ايه دي حزمة اللي عندنا تصوري هو اللي يقول لي ان المتر طول يشيل تنشن قد ايه. اه بيدي هو المفروض بيدي في حساباته حتى السي بتاع كل لاير اللي هو الكوهيجن بتاع كل لاير قد ايه فبتدل الله والسكن فريكشن قد ايه ويضربه في المسافه في الفريتر. اه بيحسب كل طبق واحد ان التنشن الطول ده كذا الطول 60 متر التنشن فيه كذا ما بديش التنشن. ما ده بقول لك الصور الكورتس عندنا شويه عافية. فهو ما بدينيش حسابات. هو فدي دي حسابات دوم يعني الصور دي حسابات كمان بس اللي بيحصل ما بدينيش حسابات. فبتقوله لازم اي حاجة بتسأله هو. فتقول له والله عاوز كذا. امتى يحصل لنا يعني ما واحد يقول لي بدل ده تنشن بايل ما انا كنت عملت البايل لغايه حين بس اللي كمان زودت شويه دول. في بعض البايلز بيبقى بيشتغل كومبريشن تنشن بروحين مره تصممه على الماكسيمم فيرتيكال لود من اللود اللي جاي من فوق وتعتبر ان حصل دي ووترنج في الموقع. في منشأ جنبنا بيعملوا فيه بطولين ثلاثه فحصل دي ووترنج. دي ووترنج ده معناه ان هو بيوطي منسوب الميه في الاريا اللي حواليه فبالتالي بدون حاسب على الماكسيمم فيرتيكال لود. تمام؟ طيب خلاص دي ووترنج خلص والحاله الطبيعيه ان الميه عاليه كده اهو وفي 12 متر ميه هيد مثلا. تمام؟ لا 12 ميه هيد هتعمل ابليفت تنشن ولانك بتاخد معاه كمان الكيس بتاع 9/10 الاون ويت. تمام؟ زائد الابليفت فتكون واخد يطلع لك تنشن. تمام؟ فممكن يبقى تو كيسز ماكسيموم كومبريشن وماكسيموم تنشن. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا لسه شغال.